مرحبا بكم في لديدي ستيفاني. دا اليوم جبنا لكم طاجين جلبانه في الفوغ. واش نسحقوا؟ لا فيون داشي، 3 حبات بصل، شويه جلبانه اي دي زيبيس. فوالا، نبداو نحطوا البصل، نقطعوه دو سيت فاصون اون لاميل كيما نقطعوا اللحم تاع البوراك. من بعد نزيدو عليه لا فيون داشي، ان بوتي مورسو دو بوغ، 3 مغارف زيت، شويه ملح، فلفل الكحل، شويه قرفه. ومن بعد نقليوه شويه ونزيدو له ان فيغ دو ونحطوه يطيب انفيرون ان كار دوغ. اي ابخي نعاودو نحلولو، نرميو له الجلبانه ونزيدو نمرقو له ابوبخي ان فيغ دو، ان فيغ اي دمي، ونغلقو عليه ونخليوه يطيب بابوتي فو حتى طيب الجلبانه تاعنا وهذاك البصل يدبال كامل ويطيب اللحم بيان سور. اونترتون ناخذو معدنوس نحطو عليه 4 حبات بيض، نسيولهم الملح، فلفل الكحل، ونخبطوهم بيان. ونزيدو له كلكو بورسيون دو فروماج، هادو سي فاكولتاتيف، اللي يحب يواسي يواسيهم، ولا ما اللي ما عندوش فروماج ما يواسيش. هاو طاب اللحم تاعنا والجلبانه، ناخدو ان بلا لي يدخل للفوغ، نحطوه كامل سويوه بيان، اي ابخي نكبو عليه هذاك المعدنوس وبيض، نكبوه كامل هكذا من الفوق، نسدموه مليح وندخلوه يتحمر في الفوق.